يوم الأربعاء الساعة حوالي 8:30 9، في بنات من الطالبات من عمان تواصلوا مع بنت أختي على دوروا على العيلة خليل. وصلوا له قالوا له ايش ايش تقرب لك دينا خليل؟ قالت لي ايش في؟ قالت لي ايش تقرب لك؟ تقرب لك شات من بنت عمي. قالت لي هيك وقعت، قالوا له وقعت من السكن وحالتها بسيطة يعني ما تعورتش كتير. احنا حاولنا نتواصل مع حدا نتصل فيها للبنت نعرف اذا كان الخبر مزبوط ولا اشي، هيك فيش حدا مش قادرين نتواصل مع حدا. اتصلنا بالسفارة الساعة 11:30، قالوا لنا بدك تيجوا الصبح بكير الأردن إنه مش راح يفوتوكوا. إسا الصبح طلعنا من هون حوالي على الساعة 6، طلعنا من هون من البيت لها النقطة لجسر حسين. وصلنا على النقطة وفتنا على المستشفى بعمان، مستشفى الإسراء. فتنا على المستشفى الإسراء كانت ملانة طلاب منهم من عندنا من عرب 48، كانت ملانة المستشفى. إحنا فتنا على المستشفى بعد ما طوبنا واصلين تفاجأنا ولا الدكاترة بيطلعوا دينا دغدغة على التصوير. يعني أنا شفت لبنتي ما أنا ما عرفتاش كيف الوضع كيف كان، أنا ما عرفتاش يعني صابنا انهيار. انت مرتي ووالدتك كنتم؟ أنا ووالدتها وأخوها وأختها، يعني والدتها بطلت تقدر تمسك حالها وقعت بالأرض وصاب، يعني اللي شفناه ما صدقناش يعني كيف منظرها وكيف هيك كان. أنا ما عرفتاش. بس انتقلت لرمبم، كيف كان وضع الصحة لما نقلتوها في الطيارة؟ كان وضعه صعب، بعده كان صعب، كان وضعه يوم بالمرة. كان والله كان في عندي أمل. كنت متأمل آه والله كنت متأمل، يعني قلت هون عندنا يعني غير وغير أشطر معدات، غير مستشفى تفوت أنت عامل على عندنا هون على تبون مراتس بتفوتي معدات غير، وبفوتوش كل واحد هون. دينا حبت هي تتعلم هذا التمريض، حبت هذا الموضوع بالبداية، خافت انه احسن احنا نعارض ولا اشي. هي بلشت تشتغل وتجمع مصاري، هي بدها تعتمد على حالها. اشتغلت كم من سنة، اول شي عملت شروط، حوالي 3 سنين عملت شروط. قالت لي يابا بدي اسجل بالاردن، قلت لها بدك تسجلي سجلي. لو حتى الوالدة قالت لي تمنعاش، خلص هي حابة هذا الموضوع سجعها. والله سجعناها يعني الحمد لله، كتير كتير كانت مبسوطة. من قبل الحادثة ما بتصير هاي بنص ساعة اتصلت وحكت مع أمها، وأنا كانت بعتت لي رسالة الصبح يعني يابا صباح الخير يابا كيف حالك يابا اشتقت لك كتير كتير يابا، هاي قبل بيوم الصبح. يعني شفت أنا يعني عملت لي نهاري هذا، يعني كتير كتير كنت مبسوط. يعني واحد يشوف هيك من بنته وهي مبسوطة ومكيفة. وكانت تبع تزوروها خلال السنتين؟ كانت مرتي تطلع، وستة وأخوها طلع وولاد خالة طلعوا. طلاب ال 48 مهما أحكي لك مش راح تصدق، إحنا بدون إن وصلنا هناك على الأردن إحنا كان بنكون ضايعين نعرفش إشي. وصلنا على المستشفى كانت ملايين من طلاب من عرب ال 48 من جميع الجامعات، ليه مش فقط من عمان؟ الجامعة الأهلية اللي كانوا، وكمان بشكر تعاون الجامعة تعاون إربد، طلاب كمان ساندونا ودعمونا وإجوا على المستشفى، إجوا على المستشفى وقفوا معانا. يعني بقول لك 24 ساعة يضل معانا بالمستشفى. قرار تتبرع بأعضاء دينا، ليش أخذت هذا القرار اليوم؟ وهل تشاورت مع العيلة في البداية؟ وطبعا مثل ما بعرف تشاورت مع الشيخ المفتي فواز مشهور بالإضافة للشيخ رائد صلاح. أنا بالبداية كنت معارض، يعني انا مستعد اعطيها قلبي وروحي لبنتي، مستعد انا اموت وهي تعيش. والله يعني قلت انا مستعد اموت. اما شو اجت قالت لي النارسه بتقول لي زي حسنات وابصر شو مرتي، وقالت لها طيب، بتقول لي انا بدي اتبرع. بدي قلت احسن ناخذ قرار احنا ناخده وربنا يحاسبنا. قلت لها النارسه، قلت لها انا بدي استشير علماء دين من عندنا،
والله اتصلت بالشيخ مشهور، فهو اتصلت له قال لي يجوز، قال لي بتكسب اجر وثوابه يا بنتك، يعني بنتك بتحيي ناس، بتساعد ناس. وعلى فكره في ناس اللي اشهر عم بيستنوا، يعني اللي بيستنى كلي، اللي بيستنى هيك. انا بقول له النارسي برمبا، بقول له طب اذا بتلاقوش مين يتبرع ايش بتسوي بهالحالات؟ قلت اللي بيموتوا، قلت له كل سنه الاف عم بيموتوا. قال عرفت الأشخاص اللي تبرعت لهم؟ لحد لسه عرفنا ثلاثه. انصحهم انه يديروا بالنا حالهم، الله يحميهم، ويفحصوا اذا في لهم تامينات مش تامينات، يعني هاي اهم اشي، يعني يفحصوا حقوقهم اذا سمح الله. انا كيف من غير شر لو سمح الله بكره يصيب ولد من طالب من الطلاب يصيبه اشي، كيف ما صار بنتي؟ يعني لازم ينتبهوا ويفحصوا.